الراجل المحترم اللي عمل اشتداء مع بسام محجوب اللي كان مفيش مليم محدش هيقدر يعزمه. انا يعني والله العظيم اقسم بالله لما كنت بنزل اسكندريه واخد بالك وليه مثلا ايه موضوع معين شكوى معينه خلاص هو اللي يغديني. نعم ممنوع هو حد يغديه ممنوع. عادل لبيب حد يشكك فيه؟ حد يشكك في احمد الزند اسد القضاء؟ شكك في دول ازاي؟ ولو عندك معلومه كذب ما تكتبش الا ما تتاكد. وبعدين انت دلوقتي بتورط اجهزه بقى انت عايز تقول بتشيع ان اجهزه طبعا الرقابه الاداريه طبعا ليها دور محترم جدا جدا. نعم. جدا نعم على راسها راجل محترم واخد بالك لكن هو لما يشيع انه ياخد معلومات دي من الرقابه الاداريه ده بيشيل الرقابه الاداريه ده بتشيل جهاز رقابه محترم ما ينفعش. فالكلام اللي كاتبه عن عادل لبيب وعن احمد الزند وعن ناس محترمه ما ينفعش. التانيين بقى خدوا الكلام ده وقال لك وزير الاوقاف. طب هو وزير الاوقاف ايه علاقته بفوده؟ وزير الاوقاف دون راجل غلبان ده انا بساله حتى في الدين واخد بالك اديته سؤال كده على الماشي ما عرفش يجاوبه. يعني ايه؟ انا الاول سالته دكتور مختار جمعه انا بعمل جامع بعمل مسجد في النادي اي فندم فكان سيد رئيس الوزراء قاعد بنحل بعض المشاكل عشان لجنه الانديه وسيد وزير الشباب واعتقد وزير الماليه من وقت وزراء عاديين فانا بستاذنه ان انا اخد تصريح القي الخطبه الاولى في المسجد يعني افتتاح يبقى حضرتك اللي بتلقيها. نعم هو طبعا لكن هتبقى احلى خطبه خطبه جمعه ايه ولا هيخلي العيال بقى بيهرجوا على الفيسبوك قال لك ما شاء الله امه ومش امه لا ده مسجد ما فيهوش هزار لا بجد يعني لو خطبت في يوم جمعه تعمل ايه؟ بصراحه اقول لا يعني امام انت حضرتك دلوقتي امام لمسجد نادي الزمالك هتقول ايه للساده مش النادي المصلين مش انا رئيس النادي ده حضرتك امام ملوش علاقه برئيس النادي لا ما الناس هتقعد عشان تسمعني مش رئيس النادي بتاعهم بص يا فندم هو بص هات لي حاجه ربنا حرمها مفيده للانسان هات لي حاجه ربنا حللها مضره للانسان نعم دي هتبقى خطبتي خلاص خطبه على الحلال والحرام بالظبط كده بس هو سؤال واضح اي فندم الخمره دي ربنا كلمتين وخلاص والدعاء ومن يتقي الله يجعل له مخرجا واخد بالك واحترموا نفسكم انت وهو وتقعد مؤدب واخد بالك وتستمع للخطبه لغايه النهايه تمام فاسعدوا الاديان الثلاثه وبسرعه اللي هم خمس دقائق وخلاص عندنا الاديان الثلاثه منبعهم واحد نعم هو ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر الاديان الثلاثه هتلاقي تحريم الخمر هنا في الانجيل في التوراه في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نؤمن بسيدنا محمد طبعا وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عيسى والانبياء اللي هم نزلوا نعم. تمام فهم كنت هقول في هذا النطاق واخد بالك نعم فهو قال لي كل جمعه تخطب ولا هي مره واحده؟ مره واحده بس يعني هتبقى امام مره لمره واحده افتتاح المسجد افتتاح فقال لحضرتك ايه؟ السبب بقى فهو ضحك فقلت له انا اسالك سؤال في الدين فسالته ما عرفوش قلت له ايه؟ لا ما اقدرش اقول على الهواء لا سؤال ما ينفعش اقول على الهواء خلاص ولا اتحرج يرد لا هو ما عرفوش انا بكلمه بصراحه ما عرفوش سالته عن حاجه في ايه معينه في سوره معينه هو ما عرفهاش خلاص واتلخم يعني فقلت له طب كان رئيس الوزراء قاعد كنا قاعدين فانا ايه شرحتها له حضرتك شرحتها له قلت له عرفت بقى شرحت وزير الاوقاف ايوه يا فندم الحته دي الايه الحته أيوة دي ايه في سوره حافظ القران حافظ اجزاء من القران الحمد لله وملتزم الحمد لله بقالي 8 سنين وعشان كده ربنا كرمني الحمد لله فالمهم انت بقى السبب في المصيبه اللي حصلت دي ايه بقى يا سيدي لما انت وخلاص ما حدش عارف الموضوع ده كان قاعده في رمضان وخلصنا وروحت تمام لا الفيسبوك عرف ولا النيل عرفت سيادتك بقى يا محمد جبريل ايوه لما انت اعترضت وقلت مين اللي هو جبته على الهوا ايوه فقلت له قال لك هو الناس بتوع مسجد عمرو بن العاص طلبوه فانا عملت مداخله نعم قلت له طب ما النادي الزمالك اعضاء النادي طلبوني ايوه واخد بالك وحكيت بقى القصه دي ان انا قلت لك اخطب اول يوم في المسجد احنا عاملين مسجد كبير الحمد لله على مساحه 500 متر تمام فالولاد خدوه على الفيسبوك لبسوني بقى مره هاجي اصلي في الجامع ده وحضرتك اللي تخطب ده لو حد عارف الجامع يعني لازم يبقى جامع مفيش فيه هزار لا ده لو واحد كح ازاي كح في الجامع فالمهم ايه انت بقى لما انا عملت لك مداخله وهو كان على الهوا صحيح فالولاد اخدوا الكلام ده فارجع بقى اقول لك تاني فالاتهامات اللي طلعت والشائعات اللي طلعت اللي استهدفت عدد من الوزراء وعدد اسماء الناس مالهاش علاقه بالموضوع يا فندم يعني انت تشك في نزاهه احمد زند راجل محترم انت تشك في نزاهه عادل نبيب يعني يا ناس يعني انت جايبها الناس محترمه جدا واخد بالك وبعدين احيانا حضرتك انه حد ليه مصلحه كان يشوه الناس دي تحديدا هو بينزل ليه بقى الكلام ده ما ينفعش
انت بتقول راجل محترم وتعرفه جدا المفروض يسأل. لا مين ده؟ جدا ومحترم جدا خالد. وبعدين لا تزعم انك النيابه العامه بتديش، لا النيابه العامه عامله بيان نظر قضايا انت وبعد البيان ما بيتكلموش مع اي حد بالك نهائي. لكن لما تيجي النهارده ايه، انا عايز اضرب في وزير الشباب اقول لك ايه، وزير الشباب عايز يجي رئيس وزراء بعمل وقعه بينه وبين مين؟ مهندس ابراهيم جابرين محمد. طب وزير الشباب والرياضه راجل في شغله شغال كويس من الناس اللي شغالين، راجل محترم شغال مختلف شويه حاجه كده برضو معلش. لكن شغال بس راجل كويس ومحترم جدا 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 نعم. ومحترم. بص وزراء الشباب عبد الحاج جمال الدين علي الدين هلال نعم ممدوح البلتاجي هذا الرجل يمكن طاهر ابو زيد ما لحقش هو والسيد العامري فاروق لكن الراجل ده تعمل معه حوار يستمع ليك نعم مساند للاهلي والزمالك وكل الانديه نعم. ما بينامش سياسه عنده السياسه كمان لانه دم بيبقى راجل سياسي راجل سياسي نعم. مش هيطلع فاصل؟ لا مش دلوقتي عايز اشرب ده قبل الفقر والميه موجوده طيب خليني لانه هنرجع بعد الفاصل وانا هطلع فاصل عشان كمان عايز كمان بعد الفاصل نرجع نتكلم على وزاره الزراعه بس انت عايز تسالني بعد الفاصل ايه السؤال اللي انا سالته الوزير الاوقاف اللي مصر كلها تقلقت لا انا هعرفه في الفاصل طيب انا هعرفه في الفاصل وانا هطلع فاصل عشان اعرف الحكايه دي وهحاول بقدر الامكان لو كان مسموح يعني او في كلام مظبوط تخيل بقى مستشار مرتضى منصور او الشيخ مرتضى منصور اماما للمسجد اليوم ده اذا انا رايح نادي الزمالك وفعلا هيتم صلاه الجمعه هناك هقول لكم تعالوا بقى احضروا صلاه ولا مستشار مرتضى منصور امام مسجد نادي الزمالك يا سلام احلى خطبه واحلى كلام تسمعوه في خطبه الجمعه في نادي الزمالك